اليوم استمعت الإخوان الصباح مع المستشارين وعرفت بين كاين أولويات في الصيد البحري، كاين بعض الأولويات في الفلاحة، كاين الأولويات عند السيد رئيس البلدية، وبغى كل شيء بغى بأنه المدينة تكون في المستوى ديال الرقي اللي بغى صاحب الجلالة لهذه المنطقة، خاصة تكون مدينة جميلة ويكونوا فيها استثمار، وغادي نتعاونوا معاه ان شاء الله باش يوصل لهذا المبتغى، لانه شاب طموح باغي الخير لهذه المنطقه، باغي الخير لبلاده، وله الشكر وغادي نكونوا بجانبه. كذلك كاين مشروع اللي كبير اللي جابوا سيدنا، اللي هو وجا في هذا المخطط ديال النموذج يعني التنموي الجهوي اللي جابه ديال المناطق الجنوبيه اللي جابه سيدنا الله ينصره، اللي هو المرصى ديال البور ديال الداخله، 12 مليار ديال الدرهم تقريبا ديال الاستثمار، وهذا غادي يعطي واحد الانفتاح اللي هو كبير على جميع المناطق العالم، وغادي يعطي تموقع. فبكل صراحه يعني ما نقول لكم صبروا سنين وسنين، ما هادشي احنا داخلين في الانجازات، هذه 24 هو الطرق، 25 الفلاحه، يمكن عام ولا عامين من بعد هو البروجيد، يعني الامور غادي تشوفوها في هذا المدى القصير والجد المتوسط، الامور كتبدل في المنطقه ديالكم، وان شاء الله هذا الشيء نتمناه على الله ان يعود بالخير للناس ديال المنطقه، ويعود بالخير للشغل، لان كنعرفوا بان الشغل هو يعني شيء اساسي بالنسبه للامهات وبالنسبه يعني للعائلات اللي بغاو باش ولادهم والشباب ديالهم يشتغل، وحنا كنوجدوا في الامكانيات باش يكون، وهذا ماشي فقط في الدخله، هذا هو لو نوفو تشالنج ديالنا دابا في السنوات المقبله، هو نباشروا الاشكاليه ديال التشغيل ونباشروا الاشكاليه ديال لومبلوا، لانه خرجنا تكلمتوها، خرجنا من الكوفيد، خرجنا من الازمه الاولى، خرجنا من الازمه الثانيه والزنزال وقلت الماء وسميتو، ولكن الحمد لله صامدين وواقفين وغادي للامام وما موقفينش، يعني كحكومه البرامج ديالنا بالعكس حنا زايدين في البرامج وغادي نرجع لكم البرامج. دونك منطقه اللي هي الحمد لله الخير وامال وكل الخير ان شاء الله في يعني في التنميه كما بغى سيدنا نكون في هذه المنطقه، وحنا كحكومه كنوعدكم بانه غادي كنوعدكم بالتنزيل الامثل للجميع يعني الطموحات ديال سيدنا اللي بغاها يعني في هذه المنطقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.